السلام عليكم. الفرخ دهوت يعني حد من جيراني جابهولي اشوفه، لقيته بصوا عمال يعمل بمناره ازاي، يفتح ويقفل. فلما فتحت لقيت فيه كمية نشارة والفرخ عمال يفرفر، فطلعت حاجة كده بإيديا ويعني كان فيه كتل وفيه لسه حتت نشارة كمان جوه، بحاول اهوت بالراحة يعني التقطها بالمقص علشان الكتكوت فعلا محشي بقه كلياته نشارة. يعني طلعت شوية وقلنا نكمل الباقي بمسألة بالمقص. طبعا يا جماعة ساعات الكتكوت بتاعنا لما يجوع مثلا، لان بتقولي ان الكتاكيت ده هيت بقالها يعني وقت طويل جدا ما كلتش، فاكيد لما جاعت كلت نشارة بشراهة جدا لان بقها كان مليان نشارة. هبدأ كده ايه اشربها شوية فيتامينات كده لان مفيش مية موجودة دلوقتي في بقها كده اهوت اهو، بحيث الفرخ يعني ايه يفوق شويه. بصوا يا جماعه الكتكوت فاتح بقه بسبب مساله اكلات النشاره، لانه بقه فعلا كان مليان نشاره. وهنبدا تاني اهوت، هجيب له ميه شوية مية اهوت علشان لو في حاجة ولا بتاع في زوره تبدأ تتسلك، لأن زوره فعلا محشور. بصوا يعني ايه نغطي السرنجة دي جامد بحيث تسلك لو في حاجة في زوره ولا حاجة، يعني احنا بناخد بالأسباب وكده يعني. فده طبعا يا جماعه تاثير، سيبوا كده، ده طبعا تاثير الجوع وتاثير اكل الطيور للنشاره. بصوا يا جماعه بقه هو بدا يفتح ويغمض، بس برده ده تاثير. حاولت طبعا اضغط الميه بزوره لان في حتت جوه اهيت. بصوا كان بقه مليان نشاره. فطبعا يا جماعه ما نحاولش نجوع الطيور بتاعتنا ونوفر سقيات وعلافات اكتر علشان الفرخ بتاعنا ما يوصلش، او الفراخ بتاعتنا توصل للمرحله دهيت بانسداد بقها بالنشاره وحتت كبيره كمان يعني. شكرا لحضراتكم وان شاء الله اتواصل مع حضراتكم.